واشنطن. استاذ ايهاب اولا مساء الخير. مساء النور استاذ احمد، اهلا بحضرتك واهلا بكل المشاهدين. ماذا عن اخر التطورات الخاصه به؟ هل قتل بريغوجين ام هل العمليه مدبره ام تم استهدافه ام لم يقتل؟ ايه المعلومات الموجوده عندكم في الولايات المتحده؟ يعني لغايه دلوقتي المعلومات المتوفره انه اسم بريغوجين لم يكن يعني كان موجودا ضمن قائمه من كانوا يستقلون هذه الطائره، لكن لا توجد معلومات مؤكده حتى الان اذا ما كان بالفعل قد قتل او لا. يعني لا يوجد لسه طبعا عثور على جثته او اي شيء من هذا القبيل، لكن هو من المفترض انه كان موجودا على متن هذه الطائره حتى اللحظه. الاعلام الامريكي او هل في اي مصادر رسميه تحدثت عن متابعه هذا الحدث؟ يعني هي بيتم تغطيه الحدث كما هو، يعني انه في طائره وقعت وانه تم العثور حتى اللحظه على 8 جثث، لكن ما فيش تاكيد اذا ما كان بريغوجين كان من ضمن هؤلاء الاشخاص الذين تم انتشال جثثهم ام لا. لكن طبعا معظم وسائل الاعلام طبعا ستذهب مباشره بالتاكيد على ان روسيا هي طبعا بوتين والقادة الروس طبعا هم الذين قاموا بقتل بريغوجين، بغض النظر بقى اذا كان دوت يعني شيء يهم امريكا قتل بريغوجين او لا، لكن الجميع طبعا سيحاول ادانه روسيا بهذه العمليه. البيت الابيض الان تم اطلاع بايدن على حادث تحطم الطائره اللي كانت تقل قائد فاغنر في موسكو. الخبر اللي جاي لازم يبلغوه. اعتقد ان هو مش هيبقى في جديد في القصه دي خالص غير لما روسيا تعلن حقيقه ما حدث، لانه طبعا ده حركة الحادثه وقعت في روسيا، فطبعا اول شيء بيتبادر الى الفهم الامريكي انه روسيا ستقوم باخفاء الحقائق وانه لن يكون هناك يعني شفافيه في اي تحقيقات، وربما الجميع سينتظر اما ظهور بريغوجين فجاه في اي مكان اخر، لانه المفروض ان هو كان في افريقيا اليومين اللي فاتوا. بالظبط، لسه واصل النهارده موسكو طبعا. بالظبط. فهل هو بالفعل كان على متن الطائره؟ الطيران المدني الروسي بيؤكد انه كان على متن الطائره، الطيران المدني الروسي. بيقول احد ركاب العشره. من له مصلحه استاذ ايهاب؟ تحليل حضرتك، مين اللي مصلحه؟ روسيا؟ اوكرانيا؟ اجهزه الاستخبارات الغربيه؟ مين اللي مصلحه في التخلص منه اذا كان هو بالفعل على داخل هذه الطائره؟ والله يبدو انه يعني جهات كثيره لها مصلحه. اولا طبعا عندما حدثت عملية التمرد من قبل قوات فاغنر كلنا ساعتها تحدثنا انه بريغوجين اصبح محط انظار القيادة الروسية لكي تقوم بتصفيته تصفية مباشرة هي جسدية. لم يحدث هذا الامر ساعتها في يعني بسرعة، وانما حدث انتظار طبعا، والرجل ذهب الى بيلاروسيا وظهر بعد كده في لقاء مع بوتين وتحدث اليه في موسكو، وبعد ذلك ذهب الى بيلاروسيا من جديد وذهب الى افريقيا الى اخره. والنهارده سمعنا ان هو مات. ففي ناس هتذهب طبعا الى هذا التحليل انه روسيا هي اللي قتلته، ولكن حابب تنتظر قليلا حتى تزداد علامات الاستفهام حول مقتله، ويصبح الاتهام ليس فقط موجها لروسيا ولكن لجهات اخرى. اولا ده اولا. ثانيا اوكرانيا ليها مصلحه انه يموت، لانه برضه في نهايه المطاف رجل شارك بقواته في عمليات عسكريه في الشرق الاوكراني، فاكيد يعني هو شخصيه غير مرغوب فيها. ويعني تعتقد اكيد كييف انه طبعا احد الاشخاص المسؤولين عما حدث وما يحدث في اوكرانيا من قتل المدنيين والاستيلاء على الاراضي الى اخره الى اخره. فطبعا اوكرانيا لها مصلحه، الغرب كله ليه مصلحه ايضا، انه راجل بيقود فرقه عسكريه خاصه ذي قدرات قويه جدا وتجابه القوى الغربيه بشكل كبير جدا، ولها سيطره في افريقيا وخارج افريقيا، موجوده في اسيا، وفي كلام ان هي ممكن تكون موجوده في امريكا الجنوبيه.
فطبعا من مصلحه القوى الغربيه ايضا انها تتخلص من مثل هذا القائد. نعم، فلذلك بقول اطراف لحضرتك كتير الموضوع يعني لها مصلحه طبعا انه يختفي اعداء ويبقاش على واصدقاء. الساحه. صحيح، اعداء واصدقاء، فممكن طبعا بريجوجين يكون يعني محط انظار العديد من الجهات التي تريد التخلص منه لمصالح مختلفه ومتضاربه في نفس اعلام الوقت. تابع لفاجنر بيقولوا انه اسقاط الطائره كان عملا مدبرا. كل شيء جايز طبعا، التحقيقات اعتقد هي اللي هتثبت هذا الامر، وممكن روسيا تكتشف انه مثلا الطائره سقطت بفعل فاعل من داخل اوكرانيا، يعني تم اصطيادها عن طريق مثلا طائره مسيره خبطت فيها عن قصد او شيء من هذا القبيل. هو اعتقد هيبان، يعني انا اللي انا متصوره ان روسيا هي اول طرف هيطلع يعني يلقي بالاتهامات يمينا ويسارا، بمعنى ان تقول انه تم اسقاط الطائره عن طريق عمل مدبر من اوكرانيا او من القوى الغربيه. من الممكن ان احنا نشاهد الامور تسير في هذا الاتجاه، لكن من وجهه نظري انه كلما طال امد السكوت الروسي كلما توجهت طابع الاتهام لروسيا اكثر. لكن لو روسيا خرجت وبدات في توجيه الاتهام هي بالشكل الاسرع والمثبت فعليا يعني بحقائق انه مش هي اللي عملت الحادثه دي، فاعتقد انه يعني معظم الناس هيصدقوا القيادات الروسيه اكثر من لتصديق القيادات الغربيه، لانه يعني الناس دلوقتي تحب تصدق روسيا اكثر ما تصدق الغرب بغض النظر. لكن لو روسيا سكتت عن الموضوع بشكل يثير علامات الاستفهام فهذا لن يكون في مصلحه الجانب الروسي. استاذ ايهاب عباس بشكرك شكرا جزيلا من